استمتعوا بهذا البرنامج مع رامي. أنا اليتيم وأنا ببرح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني. بيت في الأحلام من عند المحسنين، نستنفع به أنا ونقرأ مع اللونين. أنا اليتيم وأنا بويا راح وخلاني، أنا اليتيم وأنا لكن الله عوضني. السلام عليكم، رانا عند واحد الكتكوتة، هذه أول كتكوتة اللي تهبني، عيطت لي بزاف بزاف. شحال عيطتيني من خطرة سلسابيل فيه؟ ميا ميا. قلت لكم أيا قول لهم شكون وين رانا وشحال في عمرك. هيا قولي لهم انت اسمك. عمر يتيم. ايه انا لقبي 3 سنين. في عمرك 6 سنين ولقبك سامي سلسابيل. سامي سلسابيل. اليوم رانا في مدينة تيبازا اكزاكتومو عند سلسابيل، في مكان اونتر الحطاطبة، قريب الحطاطبة انتوما. واسمها المكان هذا القرية، عيطوا لها القرية. بصح دار سلسابيل شابة شابة بزاف. انا عند اول بنت في الكلاسة واسمها سلسابيل، اللي تعرف تقرأ وتعرف غير تضحك وفمها تحلو بزاف. هذا مكان، شوفوا 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 فمها دوك تفتح دوك تفتح دوك تفتح دوك تفتح. ما شاء الله سلسابيل. هيا خلاص هاني جيت. بصح دارك شابة، ما حنديروا لها والو. عليش شابة برك. حولوا لي البنك. نحولوا لك البنك زيدي، وحولوا لي خزانة. نزيد نجيبوا لك خزانة زيدي. ما تخزيش يا ماما، خزي هنا هنا زيدي. خزانة زيدي سبغوا لي داري. شكون يسبغ؟ شكون شكون يقول لنا سبغوا هذه وهذه؟ تطنيات. تطنيات تعرفوها كامل هذيك تطنيات هذيك. واش كيفاش تسبغي البيت؟ بيت أطفال. نسبغ لك بيت أطفال. خلاص خلو تعطيني هدية تدبر راسها. أي خلاص شوفي أنا حنقول لك واحد الهدية. شوفي حنجيبو لك ميكرو، نجيبو لك كنابي، ونجيبو لك خزانة. هادو كامل راح تشريهم لك واحد المرأة، وهذه المرأة هي ماتت الله يرحمها. يا ربي يرحمها. صح. وهذه المرأة فالحصة تاعنا كي نخدموها نقول لكم شكون. معليش تحبي تعرفي شكون؟ تحبي تعرفي دوكا شكون؟ اخي قلنا هذا سوربريز، وراح تعرفي شكون هذيك المرأة. انا نعرف وانت تعرفي. انا نعرف شكون بصح ما نقولكش. هي راح تخدم لك كحد البيت والله، واحد ما يخدمها. معليش تحبي دير لك كل شي تحبي. أورديناتور، كنابي، خزانة، زيدي ميكرو. ميكرو ما تنسيش ياه زيدي. هذا مكان، ونزيد نفرشو لك الطرشة باك ونسبغوها، ندير لها واش تحب. هذيك المرة باك نقول لك تبدي تبكي انتي. لو كان نقول لك تبكي ما نقول لكش خلوها في الحصة الجاية. ياك دوكا جينا نفرحو نفرحو بيك باش نديرو لك هذيك الشومبرة اللي هي حبتها كامل نديرها لك. انا نقول لكم بقى على خير من دار سلسابيل الجميلة جدا، واللي تعرف تهدر، والقرية الشابة بزاف هي فيهم كامل. حي تعطيني في الميكرو. تحبي تولي صحفية كي تكبري؟ كي تكبري واش تحبي؟ حبك انت. واو خلاص قالت لي نحبك انا. هاي تعرف دير الميكرو كي نهدر كي نهدر. انا نقول لكم على سلسابيل، نقول لكم بقى على خير، ونتلاقاو في الحلقة القادمة، ونخلوكم مع اغنية مشهورة مع سلسابيل. يلا. انا اليتيم وانا بويا راح خلاني، انا اليتيم وانا ولكن الله عوضني. الحمد لله ولكن الله
عوضني. الحمد لله، إن شاء الله ربي عوضنا كامل. ولي ماتوا لهم وليهم، لي ما قدرناش نروحوا ليهم هادو كامل، هنروحوا بواحد بواحد، وكل واحد راح تجي دالته إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا عند واحد الكتكوتة اللي تضحك بزاف كالعادة، بيتها هايل، ما قعدناش فيه بزاف وما خدموش فيه بزاف، عاونونا الجيران كامل باش طلعنا الدوزان ما شاء الله، محبوبة هادية، وحنا نعيطوا لها القطة. قطة وراكي مياو. كيفاش هادي مياو قطة؟ مياو يا يما، هادي قطة ما بيش بلي عندكم قطة هنايا. واش راكي نفكروهم شكون احنا؟ اي قولي شكون انتيا؟ انا سلسبيل. سلسبيل؟ انا قالوا لي قطه. ايه هاكي جيتي قلتي لي ميو؟ لا لا، شو سلسبيل كبرت وسمانات. اليوم احنا نحكوا على سلسبيل اللي صامت رمضان كامل. صمتي كامل رمضان؟ حتى من صمتي حتى من حتى للزوج؟ صافي كنا حسبوا للزوج، كل يوم للزوج كل يوم للزوج، صافي تصومي 15 يوم، واليوم رانا في النصف، صافي صمتي 7 ايام. واو كبيره هذه، شحال في عمرك؟ شحال؟ 6 سنين. 6 سنين قطه 6 سنوات. شوف كيفاش داير قطه مياو. الله يبارك. هيا اليوم حبيت تشوفي بيتك، واش تحبي يكون في البيت تاعك؟ صوالح. تحبي بزاف صوالح؟ انت مكراشة عليه بيها صمتي رمضان. صوالح اليوم، هذه واحد الهدية طاها لك، نروحو نلبسوها. شبا شو 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 حتجبت؟ واف واف، وشنو هذا؟ رامي. رامي هذا رامي اللي عاوننا بزاف، بصح جبت لك بزاف من هادو، وش ديري بيهم؟ خليهم اللي كنتي
واو تعرف تعرف هذا القوتي تاعك، هذا هو القوتي. صافي دائما تدي واحد، جبت لك هكا جبت له بزاف بزاف. بصح ما تفطريش، تصومي تصومي قطة. مياو. هيا صح. هيا روحي هادو ما بدلي لي هادو الحوايج وروحي وبتشربي هذاك رامي، يا خلي لي شوية ياك. وش نقولوا لرامي وش نقولوا له؟ شكرا لك، ربي يزيدك. أيا تربحي. السلام عليكم، اليوم رانا متواجدين عند عائلة سلسابيل. بيان سور جينا خدمنا لها لا شامبر تاعها، جات خفيفة ظريفة كيما هي القطة. نشكروا بيان سور المرأة اللي ساهمت لنا في هاد لا شامبر، وبيان سور اليد العاملة الجيران وهنايا اللي عاونونا وخدموا معنا، وبيان سور ليكيب ديالنا نقول لهم شكرا كامل تاع اللي خدمت معنا تاع اليتيم، سيرين رميزة هاجر دنيا، يعني تعاوننا وخدمنا عليها ويعطيكم الصحة. السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج اليتيم. اليوم رانا في ولاية تيبازا عند سلسابيل اللي كنا وجدنا لها هاد الغرفة، كنا رحنا شرينا قعد للصور اللي راكم تشوفوا فيهم. كتر خير المرأة اللي ساهمت في إنجاح هاد العدد اللي وجدت لنا هاد الغرفة. بون احنا ما نعرفوهاش شكون، ليسونسيال كتر خيرها. كذلك نشكر رامي اللي دائما متواجد معنا ودائما يساعدنا، بلا ما ننسى عبد النور اللي تسبغ لنا هذه الغرفه، للاسف ما قدرش يجي اليوم يعطيه الصحه. كذلك اللي جاوا ركبوا لنا المبل، يكثر خيرهم تاع قليعه. نشكر ثاني سامير دائما يعاوننا، دائما يجيب لنا الدوزان ويجي معنا، وجدي جدي دائما جدي بلا بيه ما نقدروش نمشو. جدي روح جدي خليه هو يهدر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، هنا رانا في القندوري عند سلسابيل، ونشكر يعني خونا اليتيم والجماعة اللي معنا كاع، ونشكر الشعب اللي عاوننا وساندنا، ونقول لهم الله يعطيكم الصحة إن شاء الله. كي تاع واسمو القليعة هذاك سامير اللي راه معنا، والجيران عاونونا، استقبلونا استقبال وعاونونا، طلعوا معنا دوزان عاونونا بارك الله فيهم. ونشكر الشعب اللي راه يعاون في هذا اليتيم هذا، وين والله يعطيهم الصحة وما بخلوناش، وربي يزيدهم في مالهم ان شاء الله. ورانا طالبين ان شاء الله، كاين اليتامى بزاف يخصهم مصالح كيما الميكرو كيما التلفزيون كيما ماذا بهم، يشوفوا هاد اليتامى يعاونوهم ان شاء الله بحولها رب العالمين، يزيدهم في مالهم وفي رزقهم ان شاء الله. بارك الله فيكم.
ورا هذه القطة. واو قطة، هيا شوفوا هذه القطة، ما تفتحيش عينك، نحي لها تشوفي، خليها نشوفوها لا تفتح عينيها ولا ما تفتحش. هيا صح قطة، شو اسوا، واحد زوج ثلاثة. وشنو؟ شكرا لك يا ربي يا عمري. وشنو 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 حتى حاجة؟ وشنو حتى حاجة؟ قولي وشنو عجبتك؟ وش عجبك؟ كل شيء. ها؟ كل شيء. أنا ما عجبني والو. علي أنتي عجبتيني. شو شو كده تضحك، شوفي 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 دوك تفتح فمها. هاي اليوم ما حبش تفتح، شوفه اليوم ولا تقطع ولا تقطع. مياو. وش نو عجبتك صح؟ وش كنتي حابة؟ وش كنتي؟ كل شيء. كل شيء. وش قلتي لهيكا كي كنتي تواسي؟ وش قلتي؟ كشتي الله. شكرا إليك يا ربي. واو واو. نشوفوا هذه الشابة كيفاش ولات. بابا شحال شابة دي، صح شابة عبالك، صح شابة. شحال في عمرك سلسابيل؟ 6 سنين. هيا نحكوا لهم شويه، قعدي قعدي هنا باش نحكوا لهم على سلسابيل. سلسابيل هادية كبيرة، وقالوا لي عليها كامل شكون هادي، وين تسكن، ما تسكني مع ماما. هذا مكان، وين كنتوا تسكنوا من قبل؟ في زحمونة. وش هني دار؟ دار شابة. وعلاش؟ شكون عطاكم هذه الدار؟ ربي سبحانه الدولة تاعنا. واو تعرف تهدر هاتي تاع، والله ماني نوري لاي تهدر وحدها. شكون عطاكم دار؟ ربي. ايه؟ الدولة تاعنا. شحال عندكم اللي ديتوا الدار؟ ما باليش. ما عندكمش بزاف، بعد 6 شهور. بصح ما عندكم بزاف، كنتوا تسكنوا لهيكا. انت يا زدتي لهيكا. كنتوا تسكنوا في هذاك فوضاوي. بابا الله يبارك. ما شاء الله. وشنو؟ حتى حاجة. فرحانة؟ هذه الغرفة تاعك. هكا. اي. تعرفي بلي هذه الغرفة تاعك. صح. وين مكانك؟ مليك. صح هذا هو. علاش هذا مكانك؟ لقي باش فيه هذوك المرات. هذوك المرات، وهذو المرات اسمهم، اسمهم دورة. دورة واسمهم دنيا. هذو المرات، هذو أميرات. ها؟ أميرات. أميرات. واو انت يا أميرة تعدي ترقدي هنا الأميرة. واو من شكون يرقد؟ هذا هو السر. انت يا ماماك عندها وين ترقد؟ عندها كنابي تاعها، عندها فراشها. وهذه تاع من؟ تاع مولياتين. تاع مولياتين. كيفاش عرفتي بلي هذا تاعي؟ لقيت في ماما عندها دار. ماماك عندها شومبرا، وانا نعود نجي نرقد هنا. هذه هي بلاصتي. بصح هذا المكان تعرفي تاع من؟ انت على بالك هذه تاع من؟ تاع من؟ تاعك. صح. حنا هذه البيت خدمتها لنا واحد المراه. واش قلت لك المره اللي فاتت؟ قلت لي ما نقولها لكش نهار كي نسقموها لك. قلت لك نقول لك. واش قلت لك نقول لك؟ مالي ماتت. ماتت واحد المراه وهي اللي خدمتها لك. السنة دوك نقول لك هادي ما انتي واش حبيتي تعرفي؟ هاديك ماما. واش تعرفي؟ هاديك ماما. وشنو هاديك المرأة؟ وشنو حبيت نعرف هذه المرأة شكون هذي؟ لا لا ما نقدرش نقول لك انا. لا لا بصح انت يا قلت لي نخدم لك الشومبرا. ايه قلت لك نخدم لك الشومبرا. وشنو لا لا لازم تقول لي شكون؟ ما انا ما نقولكش. معليش معليش صافي ما نقولكش. ما حبيتيش تعرفي؟ شوفي انت كي تكبري، كي تكبري انت شكون ما عندكش؟ ابي الله يرحمه. كي تكبري تشري غرفة كيما هاتي، وتروحي تمديها لواحد يتيم، وتسميها على من؟ على أبيك. فهمتي؟ وانت لازم تعرفي شكون هذه المرة، لازم. اي
وانا ما نقول لكش. لازم تقول لك. واش لازم نقول لك؟ قل لي لازم تقول لي. واش نقول لك؟ هذه كلمة. هذه كلمة حبيتي تعرفي. بابا واعره هذه. شوفي هذه المراه هي الله يرحمها ماتت. ربي يرحمها تبقى بيت في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله نلقاو انا وياك بيوت في الجنه بيوت. وهذه المراه عندها ولد، عندها اولادها بزاف كيما هكا. واحد من هذوك الاولاد هو اللي شرى لك هذه الغرفه كامل وسمها على هذيك المراه. تشكون حبيتي تعرفي، هذاك الوالد ولا هذيك المرأة؟ ما عرف نزيد في زوج. شكون لازم تعرفي شكون في زوج؟ اي ايوا قلتي لي مقبله المرأة دوكا ولاو في زوج. ينقلوا كل انسان كيموت بابا ولا ماما يديروا صدقة جارية. كل واحد واش يدير؟ واحد يدير بير يعودوا يشربوا منه الناس، واحد يدير بيت هكا لليتيم هكا. خلينا من المرأة وخلينا من هذاك الراجل هذاك الولد، نروحوا نحكوا على سلسابيل. سلسابيل تعرف تقرا؟ اي. شحال جبتي؟ شحال جبت معدل؟ خذلي منه باش يشوف. 8.86 على 10. على 10 تعرفي تقرا ياه. وليت شكون يقرا؟ يقراك شيخه واحده ولا زوج؟ واحده. اسمها استاذه فوزيه. استاذه فوزيه تعرف تقري؟ بصح تضربنا بالمطرق. اخ بيه طفلة غلقت عليها الباب. على الاستاذ. وحنا كنا في الدار، حنا كنا في البيت، هي ماما ما حبتش تروح للبيت، غلقت عليها حتى عائشة فتحت الباب بكيتها بالريوة. بكيتها بضربة؟ ضربتها؟ بصح انتوما تقباحوا، انتوما تقباحوا تاني. اي مديك كي تقولنا يجبدو كراس الرسم نبقاو عاقلين. تبقاو عاقلين. بس انا ما عنديش كراس الرسم. صافي نشيل كراس الرسم. معليش نجبد لك الساشي كراس. تجيبي مساشي؟ عندك كرطاب وعندك كراس وعندك عندك. ايه زيدي. ايه زيدي احكي لي، تحبيها الاستاذة تاعك؟ ايه. تحبي الاستاذة فوزية؟ بزاف لا شوية؟ بزاف. علاه؟ لقي باش هي تحبنا. هي تحبكم ما شاء الله. ايه شو علاش كتوسي في شعرك هكا تزوخي؟ يا كتزوخي علينا. قلت لكم زواخه. تضحك غير تضحك. قالت لي هذه المره مزيش نفتح فمي صح؟ إيه؟ علاه بصح جيتي شابه كي فتحتي فمك. لا شابه بصح ما نفتحش فمي اليوم. ما تفتحيش فمك اليوم؟ إيه؟ تغلقيه. هيا وريهم كيفاش تغلقي فمك. غلقيها وري دوك نحسب ثلاثة ولا تضحك ولا لا. واحد زوج اي ضحكت اي ضحكت. واحدة نزيد واحدة اخرى نشوفهم لا ما تضحكش. واحد زوج هاي ضحكت. انت يا حبوبة انت على بالك. انت ثاني. وشنو انت ثاني؟ انت حبوبي. يا عمري يا عندي. انت يا حبوبة كبيرة انت يا. عفاك بلي انت يا حبوبة كبيرة. تعرفي باباك انت يا؟ ماما تحكي لي لي. وش تقول لك؟ تقول لي انسان عايل. يا عمري. شكون هذيك المرة شريت لي هذا؟ تي دوكا قعدتي لي غير مع ديك المرا. حبيتي تعرفي؟ حبيتي تعرفي الولد ولا المرا؟ المرا. حبيتي تعرفي المرا؟ كون نقول لك شكون راح تنخلعي اول مره. نقول لك شكون؟ تحبي تعرفي المرا ولا الولد؟ المرا. علاه المرا؟ هاي راح ترقد. ايا نخلوها ترقد. هيا تكسري. ارقدي. هيا ارقدي ارقدي يقضي. معليش خلوك ترقدي خلاص هكا باش ما نقولكش كون لمعه. لازم تقول. واش لازم نقولك؟ الكلمة. أيوة قولي الحمد لله. الحمد لله. أنا نحبك. أنا ثاني بس قولي شكون لمعه.
صح ما قدرتش نقول لك ما قدرتش عليه باسكو هذيك المرأة نحبها بزاف كما انا شويه انت هي اكثر منك معليش معليش تحبي تعرفي الولد ولا المرأة قلت لك المرأة وانا حبيت نقول لك شكون الوالد معليش قولي قولك انا هو الوالد والله انا الوالد انا الوالد والمرأة شكون ماماك كيف حتعرفتي بلي ماما راسي راه فيه ماماك راسك راه فيه ماما صح شوفي حاجه هادي صح ماما اللي دارت لك هذه الحاجه وانا كان هكايا واحد الحاجه عطاوها لي صافي واحد هي نورمالمون ديال بابا وماما من بعد هادي كاين واحد رحت ندير واحد الشومبره تاع اليتيم تاع ربع يتامى جا واحد الراجل قال لنا شي هذوك الدار نشي لهم انا كلش من بعد انا سرقت لك تاعك سرقت هذوك كامل قلت لهم ما ملت والله غير نروح نشي لماما ومن بعد نزيد نشي واحد البابا صافي انا رحت عطوني واحد الهديه هداها لي ربي سبحانه عطاها لي من بعد بهذيك الهديه رحت شريت منهم الماما شتي ربي عطاني هديه وانا رحت شريت منهم ماما هذه الحاجه كاع لي راهي داخل الغرفه تاعك توع ماما الله يرحمها فهمتي انا ماشي زعما درت شغل كي جيت لهنا نويت باش ندير حاجه لماما ان شاء الله ربي يتقبل منها قولي ان شاء الله ان شاء الله وشنو ان شاء الله ان شاء الله ترحم امك امه لا تتركينني وحياتي بين يديك اسالك يا امي عن النور والظلام اسالك يا امي والجنه تحت قدميك انا قدرت ندير والو كون نعرف بلي ندير كلش اجا ماما بابا بالك يا امه لا تتركينني وحياتي بين يديك أسألك يا أمي عن النور والظلام يا أمه أرشديني ونجاحي برضاك أسألك يا أمي والجنة تحت قدمي خلاص ما زيش تبكي وسهلا ومرحبا بكم في برنامج اليتيم. اليوم رانا في ولاية بازا وبالتحديد في مدينة بازا. اليوم رانا عند سلسبيل اللي عيطتنا واستجبنا للنداء تاعها ورحنا شفنا لاشومبر تاعها. سلسبيل كان لاشومبر تاعها كانت محتاجه شويه ديكور شويه الوان لانه كانت مخدومه وهي بزاف شابه لاشومبر بروبر نقيه. دونك حنايا كملنا لها لاطوش اللي كانت خاصتها تاع الديكور وتاع الموبل. دونك كما راكم تشوفوا اختارينا لها موبل بزاف شباب لي نسق مع بعضها عن فيه الابيض وفيه البوا اي الالوان اللي تناسب العمر تاعها كيما الازرق كيما كيما الغوز اي كيما لو غري. الاثاث كيما راكم تشوفوا هو في الابيض وكيما قلت لكم في الكوتي تاع الخزانه درناه في البوا باش يخرج لها مع لو بيرو اللي فيه شويه ابيض وفيه شويه بوا. عندنا درنا لها اوسي تيليفزيون باش تقدر ترتاح في لاشومبر تاعها وتفرج يوميا مع اليز. وعندنا كيما الالوان اللي كانوا ان بو بارتو يعني لو رابيل تاع الالوان كان في لو كوتي تاع لو ريدو في الافريشه وكان اوسي في
في الكرسي اللي كم تشوفوا اللون الأزرق اللي اختاريناه للكرسي. كما كم تشوفوا تاني اليوستخ بزاف شباب جاي في الغوز، وهكذا سلسابيل تكون فرحانة بلاشان فتحة وإن شاء الله تكون عجبتها، ونتمنى إن شاء الله أنه أنتو تاني عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج اليتيم. ليش نبكي خلاص؟ انتي بزاف شابة، انتي انتي يا سينك. مين انا؟ ماشي شباب انا. شباب انتي يا شابة بزاف. انتي يا سينك، انتي الحلوة. انت سينك شنو؟ انا تاني كلش وش نقولك تا تاني؟ ها انتي سيني ايه؟ شادي هذه الغرفة سميتها على امي هكا، وهذه هذا المكان تاعك، وهذا المكان تاع امي. اللي تجي ترقد هنا، اللي تجي ترقد هنا قولها هذه تاع فاطمة الزهرة، أمي اسمها فاطمة الزهرة، قول ما هذه تاع فاطمة الزهرة، اللي تجي يرقد هنا يدعي لها برك. وانتي واش تعودي ديري؟ نعود ندعيها. خلاص عرفتي شكون الوالد؟ شكون الوالد؟ انتي. شكون الام؟ امك الله يرحمها. قلبي يرحمها تبقى بيت في الجنه. انتي يا تاني ان شاء الله تلقاي بيت في الجنه، وتلقاي باباك عنده بيت في الجنه. واش درتي من قبل؟ شفتك غير رحت انا نغسل، انتي جيتي تجري ورحتي خلبتي. واش كنتي ديري؟ وشنو راح يطيح سجنته؟ وشنو راح يجيبيها نشوفك؟ ها جيبي شكون راح يطيح متوريها لهم. شو عطيني نشوف. وهذا شكون جابها هاتي؟ قاطي قاطي هنا، شكون جابها هاتي؟ دنيا. دنيا هذه الدنيا لازم نعطيها طريحة. هاتي نعطيها طريحة على هكيك. هذه هي صبغت لك، صبغت بيديها. شفتيها غشاشة؟ ما شفتيش غشاشة والله ما شفتها. خلاص دنيا هذه كانت هنا. غشاشة زعق بيها. انت غشاشة شفتيهم؟ شكون صبغك؟ كي غلقنا البيت شفتيها؟ شفتها من الثقبة. مين شفتيها؟ ما قدرتش نشوفها من الثقبة، ما قدرتش. مين مين شفتيها؟ الثقبة قام شفتيش. مش الثقبة هذيك تاع الباب غلقت عليك ماما الثقبة تاع الباب، ومن بعد رحتي فتحتي الثقبة هذيك وبديتي تشوفي. قلت لك غشاشة غش. هذه اليوم سلسبيل البنت الغشاشة. غشيتي كي شفتي من الثقبة؟ واش كنتي تشوفي؟ والو. علاه؟ بس انا ما نحبش لي غش. قلت لك هذه البيت تاع من؟ قلت لك ولا ما قلت لكش؟ قلت تاع من؟ تاعي. ايه وتاع امي. تاع ماما. تعدي دائما تذكري ماما ياك؟ تعدي دائما كل ما تشوفي هذه البيت قولي الله يرحم ماما فاطمه الزهراء هكا. يعني نتكل عليك. هيا قضيه قضيه حتى نقعد لنا نرقدوا شويه. وين ترقدي انت؟ وين نرقد انا؟ انت ترقد انا نرقد. هيا نروحوا نرقدوا. رقدوا منا ولا منا؟ منا. هيا رقدي منا نشوفك شوية. هيا خلاص رقدي نشوفك شوية. ترقدي. هيا رقدت سلسابيل. خلاص بالنوم. رقدي سلسابيل وما تسمعنيش كي نكون نهضر. سلسابيل سلسابيل عيات ورقدت، وهي ما تضحكش مسكينة كاع. شوفوا راح نمسها نشوفوا لا تضحك ولا ما تضحكش. واحد زوج هاي ضحكت،
هاي ناضر صباح الخير سلسبيل. صباح وش راكي؟ لاباس. انت ممثله كبيره انت. اه انت تعرفي تمثلي؟ شكون هذا؟ شكون؟ ابي. ابي هذا ابي. ها ابي ارفع بوسي يا صافي. تعرفيه ابي الله يرحمه؟ مع من راهو ابي؟ في الجنة عند ربي. سبحان الله. تعرفي انت يا خلاص انت يا نحبوك، انت يا اجمل فتاة في العالم. ايه الحمد لله. سلسبي تولي تقراي مليح هكا؟ ايه. وش كنتي حابه انت؟ كمبيوتر؟ ايه. هذا الكمبيوتر تاعك شاتهولك ماما شتي؟ شكرا اليكي، تبقي بنت في الجنة. انتي تاني نشكرك انتي اللي كان عندي حظ باش نقدر تكون ماما هي اللي شات لك الغرفة تاعك. ايه فهمتي؟ انتي تاني ربي يعطيك بيت في الجنة وبيت ابوك في الجنة ان شاء الله. بيك انتي اللي تكوني الهايلة والشابون، حبك تقراي مليح كي تكبري باش تخرجي طبيبة. ايه تعرفي تقراي قرآن؟ ايه. شحكي حافظه؟ 5. شنو 5؟ قرآنات. هيا قريني تشوفي القرآن. شحال حفظتي؟ 5. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكون؟ ماما. ماماك ما شاء الله عليك حنينة كلش. واش تحبي تقولي لهم؟ هيا همك هيا واش تقول؟ نشكر كاع اللي يحب أم اليتيم سني يحبني. يحب أم اليتيم يحب كتير. وأنا دوك نقول نشكر كامل اللي يحبني أنا وما يحبش السابيع. إيش تتحكي؟ غلط. نشكر كاع اللي يحبوا أم اليتيم وما يحبوش السابيع. هذه هي هكا يا هدرو. كيفاش نقول؟ شكرا إليكم، نحبوا كاع الناس. أيوة. ما قدكم شكرا لكم وانا نحبكم كامل هكا ما عدا سلسبيل ما نحبهاش. علي اسكو ما ضحكتيش؟ ما درتيش هذيك تاع فمك هكا؟ ديري لي وحده وحده تعيش وحده 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 اخزري ليك ديري لهم وحده وحده وحده. هكا نحبك. هكا نشكركم كامل اللي كنتوا مع الحصة تاع سلسابيل الحلوة والشابة والهيلة اللي تعرف تهدر وتعرف تقرأ وتعرف كلش. سلسابيل ذكية في عمرها 6 سنين. إن شاء الله ربي يخلي لك ماماك هكا. إن شاء الله باباك يكون في الجنة. إيه. وانت يا تاني تكون انت يا طفلة صغيرة طبيبة كبيرة نشوفك كي تكبري ديري صدقة انتي تجارية لباباك ياك. ايه. هكا تتعلمي كي نكبر قولي كي نكبر راح ندير حاجة ونديرها على بابا. ايه. ياك. وانتي حافظيني على الغرفة تاع ماما ياك؟ تحافظي عليها كلش كلش. ايه. ان شاء الله. انا نقولكم بارك الله فيكم وهي قولي لهم كاش كلمة ونروحوا. يلا. بركة فيكم وداعا. وداعا. احنا ما نقولوش وداعا. ان شاء الله نتلاقاو في الحصة القادمة. عندك اليتيم آخر اليتيمة تاعك اللي راهم يستناو فينا مازالهم تقريبا 5 ولا 6 حلقات. إن شاء الله نلحقوا باش نقدروا نديروهم كامل ونتلاقاو في العيد. تجي لعندنا في العيد؟ إيه. راح تجي؟ عرضك. هاني عرضتك قدامهم كم باش نتلاقاو في العيد ولا في 7 ولا ليت 27؟ إيه. ولا تجي فيهم في زوج؟ في زوج؟ إيه. قلت لكم ها راح تضحك هذيك تحكى قلت لك هذيك 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 نعطيك هادو تاعك. هادو هدية جبتهم لك دنيا، جبتهم لك دنيا باش تلعبي بيهم. راح تقعدي طيبين. تقعدي طيبي. سمي ها تخرجي كوزين كيما تاع ماما نعيمة ولا تاع شاف ناوي هكا. ديرو
نديرو شفنا ولا ماما نايمة هاميك تعرفي الطيبي؟ وش تعرفي؟ هيا قولي لنا وش تعرفي الطيبي؟ ديري ديري أنا نعرف كلش. وشنو كلش؟ هيا طيبي لنا حاجة ناكلها. وش طيبي؟ يا خزري فيها هدري معايا وش طيبي؟ قولي لنا الطياب اللي تعرفي الطيبي. الجاج. ايه الجاج؟ مع البطاطا المغلية. صح زيدي طيب لكم ثاني كجويز. جواز تاعش الجواز باللحم. صافيتي تحبي الدجاج واللحم زيدي هرمك. هذا مكان خلاص ما خيرتي والو. ها زيدي واش تعرفي طيبي؟ ايه نعرف نطيب تشكتوكا. تشكتوكا تاني؟ ايه. واش فيها تشكتوكا هذه؟ واش يديروا فيها؟ ماما طيبهاش ما تحبهاش. واش دير لك ماما؟ واش دير لك؟ حتى مش خلطه. حتى مش خلطه. كيفاش حاجه مش خلطه؟ فين نتوما تاكلوا؟ تعرف بصح. ايه واش طيب واش ما طيب؟ لي بطاطا مقليه مع الدجاج. صافي انت تاكلي غير بطاطا مقليه والدجاج. اليوم من اليوم نسمو سلسبيل بطاطا مقليه بالدجاج. هكا شكرا. نروحوا الفاصل ونولوا. ايه فاصل ونولوا. فاصل ونولوا. هيا صح. مرحبا بك مدام. مرحبا بنا عندك. الله يسلمك خويا. مرحبا بكم. لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله. انتم معكم لح. هاكي شفتي بيت سلسابيل؟ واخا جات روعه. كثر خيركم ربي يجازيكم. انت كثر خيرك ان شاء الله تكون ميزان حسنه. الله يرحمك. والله يرحم ميمتك. الله يرحمها. ان شاء الله تكون من اهل الجنه. امين يا رب. واش بيك؟ هدري مع ماما. هي هنا ماما. شكون حصه عمو اليتيم؟ الله يحفظك. فرحت وبنتي فرحت وجميع اليتامى. كثر خيركم ان شاء الله. ربي يجازيكم. انا عجبتني الدار تاعك. هاي دارك مخدومه. ربي يجازيك. ما شاء الله مخدومه. هي قالت لي شكون عطاها لنا الدار؟ شكون عطاها لنا الدار؟ ديري لها ديري لها. ربي سبحانه فتاة الدولة تاعنا. قد ربي سبحانه تعرف تهدر سلسبيل ما شاء الله. الله يحفظها لك ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يكمل لك معاها وعلاش لا. ان شاء الله تخرجي صالحه. ان شاء الله صالحه تخرج صالحه ان شاء الله يا ربي. قفزه سلسله تخرج قاريه وصالحه. هذا واحد ما يتمنى في الدنيا ان شاء الله. يا ربي انت يا ديري لي عليك وربي هو اللي ان شاء الله يا ربي. فكثر خير ربي سبحانه. نشكر ربي صباح وعشيه على الخير اللي طهوني. الحمد لله. لا شفتك الحمد لله. شفتك ما شاء الله. خدامه انت ماذا؟ لا قاعده في الدار. قاعده في الدار. ما نقدرش نخدم. عندك منحه؟ عندك منحه تاع زوجي الله يرحمه. الله يرحمه. معليش بالقليل والحمد لله. لا الحمد لله والله الحمد لله. كيف قلت لي وين كنت وين وليت؟ الحمد لله. وين كنت وين وليت؟ هذيك الحمد لله. انا ما شاء الله كنا نسكنوا في بلاصه ربي اللي عالم كيف. حتى سلسبيل قالت لي
قالت لي هنايا خير وهنا فاطمة. الله يبارك. حتى الجيران كاع يحبوك. نشكرهم تاني الناس تاع الحومة تاعك. أول مرة نطلعوا القش الكاتريام ايطاج ولا لا؟ الحمد لله في دقيقه نطلعوهم. شوفي ما شاء الله. لا الحمد لله. ماما نشكر هنا جيراني كامل كثر خيرهم، وسورتو سورتو واحد الانسان اللي دار لي كثر خير بالبروداج، وواحد هنا يسكن معنا حمد وعبد القربي جزيل، ان شاء الله يكون ميزان الحسنه. الحمد لله يا ربي يا ربي كثر خير. شو الناس تعرف وناس انا الجار الله. نحب هكا الجار كي يكون واحد جار هكا ويعرف يحطهم عند جاره احسن يخدم خير. الجار كثر خيرهم. انا نقول كثر خيركم. احنا مش درنا حاجه خفيفه. لا كثر خيركم دتو فوق بنتك. تمنيت ما ربي سقم لها بيتها وربي حطكم في الطريق. الحمد لله الله يجزيكم. الحمد لله. هي الله تاخذ راح ترقد فاش هي رقدت مقبله رقدت لنا وكل شيء. الله يكمل لك مدام ان شاء الله اخويا. ان شاء الله نتلاقاو في الخير ان شاء الله. وانتم كثر خيركم ربي يجازيكم. ونشكر كاع اللي يعاوننا ويعاون في اليتامى ربي ان شاء الله يكونوا من ميزان الحسنه. ربي يحفظك. كلمه حبيتي تقوليها؟ انا نشكر كاع اللي يعرفوا سلسبيل يحبوها كثر خيرهم. ونشكر بالله سلامي خياتي واللي يحبوا سلسبيل ونقول لهم ربي يجازيكم وان شاء الله ربي تكونوا من ميزان الحسنه اللي عاونوها. ربي يرحم لكم ميمتك. الله يرحم. شكرا إليكم. تبقوا بيت في الجنة إن شاء الله. يا إن شاء الله. ربي يسهلك إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله كثر خيركم ربي يجزيكم. بارك الله فيكم وفيك بارك ربي يحفظكم إن شاء الله. يحفظك أنت تاني. نروح الفاصل ونواصل. قولي لهم أحب فاصل ونعود نولو. إيه وين فادي نروح ونولو؟ نزيد نروح ونولو خلاص. نزيد نروح ونولو سيد فاصل. قولي لهم بقى على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. هيا خلاص على هذه كلمة نقول لكم السلام عليكم. أنا أقول لكم بارك الله فيكم في هذه النعمة اللي طهنا ربي سبحانه. أنتم بكم اللي راح يتمشي هذه كل قناة كل اليتيم والله يتمشي بيهم بالناس اللي راح يتعاون فينا والناس اللي راح هي الناس هي تبعث فينا وين نروحوا. الناس اليتامى يعيطونا بزاف. أنا أقول كل يتيم ما يتقلقش نهار بنهار ولا شهر بشهر ونتلاقاو. احنا كي نكونوا خدمه ولايه لازم نروحوا لولايه اخرى. عندنا بزاف اليتامى اليوم يعيطونا. نقول لكم ما تقلقوش وعلى بالي بلي نجيكم بواحد بواحد والله يقدرنا على هذا الخير. انا واحده من الناس كنت كنشكو في لاتيلي ما توقعت منكم تجوا عندي. ايه ربي سبحانه الله. ربي سبحانه والله كل واحد ودالته. هذه هي كل واحد ودالته كما قلتي. ان شاء الله نتلاقاو كامل ونلاقيكم كامل. استناونا واحد بواحد راح نجوكم كامل ان شاء الله. ربي يجازيكم كثر. بارك الله فيك. فيك بركه. الله يعيشك. خلاني انا اليتيم وانا لكن الله عوضني. بيت في الاحلام من عند المحسنين نستنفع به انا ونقرا مع اللونين.
اليتيم أنا بويا راح خلاني أنا اليتيم أنا لكن الله عوضني. استمتعتم بهذا البرنامج مع رامي.